الأمان درجة أولى والناس مرتاحة والقوات الأمنية مسيطرة الحمد لله وأمان فول. وأريد إحنا بصراحة الأمان موجود، بس أريد الشركات تجي والناس ترجع تعمر وتبنى ويرجع الموصل أحسن من قبل. الوضع الأمني هسه في محافظة دينوة وضع أمني جيد جدا، أمان لساعة واحدة بالليل ثنتين بالليل عادية الأوضاع، أمان بالمحافظة جيد جدا. يعني نحمد ربنا ونشكره على هذا الوضع وهذا الأمان الموجود بالمحافظة. يعني شو تناشد الحكومة؟ والله ناشد الحكومة بجلب رؤوس الشركات أو رؤوس الاستثمار، الحكومة المحلية والحكومة المركزية. والله الموصل أمان الحمد لله، وهاي شوف العمار والموصل كلها مرتاح العالم ومتوفرة كل شيء، بس يعوزنا الترتيب بالشوارع، البناء، شركات تنزل عندنا الأيمن بالأخص، يراد من الشركات أنه تعيد بناء الشوارع التعبانة. ولا من ناحية الأمان، الأمان فول.